ويا مساء الخير من هذا الشارع المظلل الجميل بالأشجار في حي السامر، وتحديدا على شارع السامر بجوار بندة. تغطيتنا لهذا اليوم حتكون لكريم برجر، وكمان حنقدم لكم خصم 10%، وحيكون كمان في حلى مجاني خاص للمتابعين. وهذا المطعم من الداخل، وزي ما انتم شايفين ديكورات المكان ابدا ما كأنك في مطعم، كأنك في ورشة صناعية. زي ما انتم شايفين هنا العدد والادوات اللي بيستخدموها في الورش. وحتى لبس الموظفين زي ما انتم شايفين زي اللي اشتغلوا في الورش الصناعية. والله مكان عجيب، شوفوا ايش مستخدمين هنا في الديكورات، حاطين هنا انابيب السيليكون، حتى الإضاءة مستخدمين هنا الهلمت أو خوذة السلامة. ونزلت هنا تشكيل من الطلبات، وقبل ما أعرفكم عليها جبنا لكم خصم 10% بالإضافة حلى مجان للمتابعين. نبدأ معاكم أول حاجة بسلطة السيزر المقلي، وعندكم هنا سلطة السيزر المشوي. ومن أنواع البرجر اللي نزلت عندنا هنا برجر الروكا لحم، برجر دجاج دايت، وعندكم هنا بوب كات زنجر، وعندكم كمان هنا كريم برجر لحم. والأصحاب الكيتو عندكم هنا كيتو برجر دجاج. نجي الآن للمقبلات، عندكم هنا تشيكن شيز فرايز، وعندكم هنا الشريم فرايز. ومن أطباق المقبلات اللي نزلت عندكم كمان هنا التشيلي فرايز، بالإضافة لتشكيلة فاخرة من المقبلات. حلى مجاني لمتابعين حسابنا مع أي عملية شرائية في مطعم كريم برجر. نقول بسم الله وندخل هنا في شريم فرايز او قرمشة جمبري على حسب الاسم الموجود في المنيو. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين حجم البرجر عندهم جدا كبير، يعني نقدر نقول عملاق. تاكل وتستمتع، وكمان تاخذ الحلى مجانا. طبعا هذا العرض خاص فقط لمتابعين حسابنا.